لشيخ الإسلام في فتاوى الكبرى قال رحمه الله: الاجتماع لذكر الله واستماع كتابه هذا عمل صالح من أفضل القربات والعبادات. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فإذا مروا بقوم يذكرون الله يقولون هلموا إلى حاجتكم. وموضع الشاهد قال: فإنهم يسبحونك ويحمدونك. قال: ولكن ينبغي أن يكون هذا أحياناً في بعض الأوقات والأمكنة، فلا يجعل سنة راتبة إلا ما سنه الشرع. قال: ما سنه الشرع على وجه الاجتماع من العبادات كالصلوات الخمس يفعل على وجه الاجتماع، ما سنه الشرع من العبادات على وجه الانفراد يعمل على وجه الانفراد كالأوراد. قال: وما لم يكن كذلك قال: فلا يكون سنة راتبة، فإن الصحابة كانوا يجتمعون أحياناً فيؤمر أحدهم أن يقرأ القرآن والبقية يستمعون. ولذا كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري: ذكرنا ربنا، وهم يستمعون. وكان بعض الصحابة، ولعله يقصد حديث معاذ عند البخاري، يقول لأصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة.